كيف نحافظ على هذا النسيج الوطني القوي، هذا النسيج الذي على بعضهم كان صنيع التضحيات وقيم مشتركة تناقلناها جميعا من أبائنا وإخواننا الذين سبقونا بتضحيات سامة. فنحن لما نعمل هذا الصنيع ونستعد في جبهة واحدة، فإننا نقول للغير الذين يريدون أن يؤرقوا الشعب الجزائري والذين يريدون الحيدة للجزائر شعبا ومؤسسات، نقول لهم هيهات هيهات، الشعب الجزائري عظيم بتاريخه المجيد وعظيم كذلك بثبوته أو بثباته على أرض الميدان من خلال التحصيل ومن خلال مسايرة الإصلاحات، أقولها باسم مسايرة الإصلاحات. فباسمكم جميعا